كابتن أسامة، كابتن عادل، التعادل بطعم الخسارة ودرس قاسي جدا. طيب يا كابتن، الموضوع مش اليوم، خلينا نبقى منطقيين. يعني انت لاعب اخر 6 مباريات دخل فيك 12 هدف، يعني ايه 12 هدف؟ في معدل هدفين كل مباراة، معدل هدفين كل مباراة، ما بيبقاش النادي الكبير اللي يحصل فيه الحاجات دي. يبقى انت واضح عندك مشكلة دفاعية قوية، مفيش تصليح ليها، بمعنى انه انا مش عارف بقى تمرين ولا مش تمرين، انا ماليش دعوة، ماليش دخل في الامر، لكن انا بشايف ان لما بيحصل خلل في النواحي الدفاعية وما بتتصلحش من ماتش لماتش، بحس ان في تقصير، لانك لازم اللي يدخل فيك النهاردة ما يدخلش فيك تاني. الاهداف دي اتعملت فيك اكتر من مرة، انت بتلعب 10 لعيبة، دي معناها تكاسل تنظيميا جوه الملعب. ماتش سان داونز جبنا جول، جبنا هدف في سان داونز، تمام، مفيش مانع في كرة القدم انك بعد ما تجيب الهدف تقف لمدة 5 6 دقايق حتى ما تشوف الفرقة التانية بتعمل ايه. ما عملتهاش برضه، يعني ده تنظيم، تنظيميا تنظيم دفاعي ما عملتوش. فجي فيك الهدف الثاني، 8 حوالين لعيبه سان داونز واثنين جوه، 2 لعيبه بس، الكره تخبط في العارضه وترجع لهم، معناها انك ما بتنظمش دفاعيا. الكوره دلوقتي فيديو وتصليح اخطاء على الواقف، مش هقول لك عشان بس ما حدش يتكلم يقول لك يعني ما فيش وقت، لا في وقت، بمرن حاجه اسمها شادو كده، يعني هاي حاجه تهيئيه، بنزلك من غير ما اجريك، بس اوقفك اقول لك هتمسك كذا، هتعمل كذا، هتعمل كذا. انا شايف من وجهه نظري لما يدخل في النادي الاهلي 12 هدف في 6 مباريات، انا شايف في تقصير كبير. هل هو تقصير ان ما فيش تنظيم دفاعي؟ المدرب بيتكلم معاهم مع اللعيبه وبيعمل تمرين واللعيبه ما بتنفذ. طب واحد، اتنين، تغير اللعيبه كتير في خط الدفاع. الخط الوحيد اللي ما فيهوش تغير حراسه المرمى وخط الدفاع، لانه ده اكثر اللي عامل زي الطيارين، لما بيلعبوا كتير بياخدوا على بعض ويشتغلوا على بعض. ده يعني النهارده انا عايز اسالك سؤال، انت لما تيجي تغير من الخط تغير 3 لعيبه، اقصى خط يتغير منه حتى لو انت هتلعب ريال مدريد الماتش الجاي في افريقيا، انك انت في كل خط واحد، ما ينفعش انك انت تغير لي 7 و8 لعيبه. ويمكن انا قلت قبل الماتش قبل الشوط قلت كتير، يعني كتير انك انت تغير 8 لعيبه و7 لعيبه. لا، لازم يعرف الطابع اللاعب العربي غير الاوروبي. يعني خلينا نتكلم بقى ايه، احنا مش بننتقد ولا حاجه، بس احنا بندي نصايح. يعني انا دلوقتي بلعب اي فرقه ايا كان كره القدم دلوقتي، الفرقه الكبيره لما بتلعب اقل فرقه في العالم بتدافع معاها كويس، لانه حتى لو انا مش هجيب في الجون هسحبك عشان اجيب جون تاني. يعني انا دلوقتي كسبان 1-0 ومطرود منهم واحد، حاجه من الحاجتين، لا اضغط عليهم من قدام قوي وما اخليهمش يتنفسوا، لو ما لعبش اللعب كده الكره رايحه جايه. انت عارف يا كابتن، انت تخيل انك كان يدخل في الجونين بعد الجون. ليه ده تنظيم دفاعي؟ يعني معناه ان كله بيلعب في حتته زي ما هو عايز. كابتن، احنا كنا بنتكلم على انك انت ازاي تخلي لاعب جوه الملعب مدرب، في لاعب جوه الملعب مدرب وبيعمل لينك مع المدرب، والناحيه التنظيميه المدرب لما بيلاقي الناحيه التنظيميه فيها فلتان شويه اللي بيحصل بيقف وبيتكلم وبيعمل. انا شايف بامانه الله يعني 12 هدف في 6 مباريات، لا انا شايف ان مفيش تنظيم دفاعي، انا شايف ان حته الدفاع دي يعني مش في حسبان مستر كوره. بيقول اهاجم اهاجم، في مدارس، لكن خلاص كره القدم اتغيرت، دي كانت مدارس تيلي سانتانا زمان والناس دي زمان، اللي هو ايه، اهاجم واجيب جون 2 3 4 ويدخل فيا واحد ولا اتنين اوكي. لا، في مصر لا، لازم يعرف دي علشان يعني
في دوري المجموعات في سانت داونز لو كنا وقفنا دقيقتين بس كنا كسبناهم اثنين وثلاثة واربعة، لكن احنا مندفعين وكرة رايحة جاية رايحة جاية رايحة. لا لا اقف، ايه ده؟ اللعيبة تبقى هادية، التغيير على اضيق الحدود. انت النادي الاهلي جايب افضل لعيبة في مصر، فاللعيب اللي هيتواجد وهيتعور اللعيب التاني يلعب. يعني انت بمعنى انك انت ما بتجهزش كده اللعيبه، سبعه كل ماتش وسته كل ماتش. انا باخد منك الماتش ده النهارده وبعدين بعد الماتش اللي بعده ببقى متوسط الحمل بتاعي. لا انا ممكن اعمل ايه؟ العبك 70 دقيقه كاساسي وتكسبني واطلعك. حمدي فتحي اخر ال 20 دقيقه مش قادر يمشي. لا واطلعك يا كابتن شريف مش قادر يمشي. انت عارف في كام تغيير؟ اقول لك على حاجه، الاجوان دي عادل كلها جات لك بتيجي فيك امتى؟ اخر 20 دقيقه. في الثلث الاخير. اخر 20 دقيقه كل الاجوان اللي انت اتفضلت معظم وسان داونز معظمهم سان داونز في الاول وفي ريال مدريد بص اقول لك حاجه وفلامينجو اخر 20 دقيقه دي انت ما عندكش اي تنظيم واي فعاليه دفاعيه. اقول لك حاجه، تنظيم دفاعي مفيش ليدر جوه الملعب من اللاعبين خط بيشتغلوا وبيتكلموا المفترض انه يتكلموا ورا بعض. اللي مضايقني ايه في المباراه؟ انك انت في المتناول ثلاث نقاط يروحوا منك اثنين يروحوا منك ليه؟ ده في المتناول. انت يعني من امتى احنا كنا بنتكلم ان اي مدرب في الدنيا بيعمل لما يعمل استراتيجيته طول السنه الفرق الكبيره انا بقول الفرقه دي ياخد منها 6 بونت والفرقه دي ياخد منها 6 بونت والفرقه دي ياخد منها 6 بونت، لكن انا يبقى مطرود منهم واحد وبلعب لا يعني لازم مراجعه شويه، لازم يتعرف ان الناحيه. يمكن الكابتن شريف بيتكلم في حاجه كمان صحيح، احنا بجول النهارده داخل فينا 12 جول الاخر خمس ست ماتشات منهم سبعه اخر ربع ساعه. بقول لك ايه يا عادل، ده تاني ماتش يا عادل، تاني ماتش انت كسبان، انت كسبان وفي ايدك الماتش ونفس السيناريو ده كان الماتش اللي فات او الماتش بتاع النهارده. بص يا كابتن، ده التنظيم، ما هو حاجه من الحاجتين، ده التفكير، ممكن التركيز تفكير يعني الاجهاد يخليك ما تفكرش كويس، ماشي، عدم الجاهزيه ما تخليكش لكن انا شايف ان هم عندهم جاهزيه مظبوط لانك بتدور كتير. لا انا بتكلم عدم تنظيم. ليه عدم تنظيم؟ اللعيبه بتسرح مع الكوره. ما هو شوف، انا لما بديك واجبات يعني دي النصيحة بديها لمستر كولر في اللاعب العربي اللاعب المصري بالذات، لو اديته 7 مهام هيعمل لك 3 حلو، لا اديله 3 يعمل لك 2 حلو. لازم الفهم يوصل له بأضيق وأبسط الأمور، بلاش الفلسفة الأوروبية مع اللاعب العربي. حتى في البنالتي انت بتتفرج في البنالتي كل واحد بيتغير. النهارده كهربا يعني كان عايز يشوط يعني برضو دي مشكله كبيره. يعني انت دي عندك مشكله في الحته، ما ينفعش تدي حريه للاعب جوه الملعب ان يشوط، لا انت هتكرر 1 2 3 4 واحد مش موجود الثاني موجود الثالث موجود الرابع. وبعدين ما ينفعش حد يعتذر. يعني انت لما انت بتقول انا بدي 4 لعيبه ورا بعض، فاللي ما يقدرش يشوط الاولاني ما تقولش دي حد، لا انا حطيت الاربعه. لما اللاعب رقم 1 يطلع بره الملعب خالص رقم 2 يشوط. فيجب المراجعه، مش عيب. انت نفس الموقف انك انت بتسرح اللعيبه، يعني بتسرح بعد الشوط اخر 10 دقائق بيلعبوا زي ما هو عايزين، كل واحد بيجري في الحته اللي هو عايزها، غلط. عشان كده بيدخل فيك اجوان. يعني انا بقول متعادل معايا 1-1 ومطرود منه 1-10 ودي الداخليه، مع احترامي لفرقه الداخليه، انا بتكلم عن النادي الاهلي وفرقه الداخليه، في فرق كبير كبير قوي. انت بتتكلم على الاولاني وال15 يعني حتى في الجدول باين وواضح ان انا يجيبوا فيا جون في الوقت ده وهجمتين كمان ازاي؟ يبقى حاجه من الحاجتين، لا انت مش مركز قوي، لا انت مش منظم قوي، لا انت مجهد قوي، عندك مشكله كبيره. قلنا دي في الداخليه يمكن تتخبط مره، لا انت اتعملت في سان داونز اوكي، قلنا اتعملت في فيوتشر اوكي، اتعمل انت متعادل وخسران 10 طبنات من
في خمس ماتشات تعادل. يعني يعني ما تقوليش ان انا ما اتغلبتش ولا ماتش، انا النادي الاهلي التعادل عندي زي الهزيمه، يعني انا بعتبرهم خمس هزايم. فانا بتكلم وبقول انه يجب اعاده صياغه الناحيه الدفاعيه يا مستر كولر، لان انت هتلعب في افريقيا في مناخ غير عادي، هتروح القطن القمروني بيتغلب من طوب الارض النادي الاهلي، لما هيروح له اتغلب من الهلال، لما النادي الاهلي يروح له يبقى عيد، هيموتوا نفسهم ويقتلوا نفسهم وهيضايقوك وهيقفلوك. انت هتروح تلعب بره في اي حته، اديك شفت رحت لعبت في الهلال، رحت لازم 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 يتقالوا الحاجات الصغيره، الاجواء، لان التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا. يعني انا النهارده لو كنت انا المدافعين ركزوا في الناحيه الدفاعيه وما لهمش دعوه بالناحيه الهجوميه، انت كسبان 1-0، لا علي معلول رايح، محمد هاني رايح، والحاجات دي رايح، روح بس محمد هاني يروح، علي معلول يخش جوه ثالث، هتقول لي ما ترد واحد، لا هو التنظيم كره القدم كده، محمد هاني راح، علي معلول يخش ثالث، الاثنين الديفندرات في وسط الملعب، واحد لو راح واحد الثاني واقف، حتى لو ما فيش حد الناحيه الدفاعيه، اخنق الفرقه في النص الثاني لانهم ناقصين، اوسع الملعب، حاجات كتير قوي في كره القدم انا ما شفتش فرقه النادي الاهلي عملها. لما تعادلوا معاك كمان كان عندك 7 دقائق 8 دقائق وقت، انت بتلعب كره طويله، وبعدين انا عاوزك تشوف الحته بتاعت الكره لما بتطلع بره اللعيبه بتجري ازاي تجيبها، لا عيب، احنا ما كناش بنشوف كابتن، احنا داخل فينا 12 جون في 6 مباريات، احنا كان لما بيدخل فينا 4 تجوان في الموسم بحاله كنا بنعيط، احنا احيانا موسم بحاله ما كانش بيدخل فينا الا جون ولا 2 وبنزعل وبنعيط، لا خلي بالك اللعيبه لازم تصحى، كره القدم مش كده يا كباتن، انتوا في مكان كبير قوي لازم تستوعبوا.